بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، حلقة جديدة وهو جديد، مساء يوم الحد في مصر النهاردة، الحد بتاريخ 6/3/6 مارس 2011. تحيا جمهورية مصر العربية. وعلشان تحيا جمهورية مصر العربية تحيا هادئة وآمنة مستقرة، لازم كل واحد فيها ياخد حقه، ولازم كل واحد فيها يعلي صوته ويقول أنا عندي مشكلة، ولازم المشكلة دي تتسمع. الحقيقة 48 ساعة اللي فاتوا كانوا من الأيام الساخنة جدا في مصر، سواء على مستوى الأحداث أو التطورات أو المظاهرات أو الاحتجاجات أو حتى المشاكل اللي من الواضح إنها ما تحلتش. والكلام اللي احنا كنا بنقوله دايما والسياسيين وقوى الرأي العام كانت بتتكلم فيه في الفترات الماضية كلها، على إن خلاص كله بقى زي الفل، وإن اللي حصل في ثورة 25 يناير لغى كل الاحتقانات ولغى كل المشاكل ولغى كل السلبيات اللي كانت موجودة في المجتمع المصري. الحقيقة ده كلام مش صحيح. أنا بقول هذا الكلام وأنا كلي أسى وحزن، لكن في النهاية علشان يعني ده القناعة اللي أنا مؤمن بها شخصيا، إن علشان نعالج شيء لازم نعترف بيه، علشان نصلح شيء لازم نعترف إن في خطأ. ثورة 25 يناير كانت ثورة ممتازة وكانت تهدف للإصلاح والتغيير، وشفنا نموذج رائع للتعايش المحترم في ميدان التحرير اللي هو كان النموذج لهذا الثورة في فكرة التكافل والتراحم والمساعدة والتعايش السلمي، وما كانش فيه مسلم ومسيحي جوه الميدان. بس مش معنى ان ده حصل ان كل السلبيات والاحتقانات اللي كانت موجودة انها ازيلت وراحت كمان. انا بكلم حضراتكم و الأحداث ساخنة فيما يتعلق باللي حصل امبارح في كنيسة أطفيح في الصف في محافظة حلوان. أنا بكلم حضراتكم ودلوقتي برا مبنى مسبير ومبنى تلفزيون الآلاف من المسيحيين الغاضبين. وبالمناسبة يعني أرجو من زملائي الإعلاميين سواء هنا في التلفزيون المصري أو في أهو، أعتقد أن دي أول مشاهد يعني حقيقية للإخوة الأقباط والمسيحيين الموجودين أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون. زملائي المذيعين سواء في التلفزيون المصري أو في باقي الفضائيات، يعني يريد بس نتحرى الدقة ونقول كلام إحنا مصدقينه ومقتنعين به، لأن مش وقت حد دلوقتي إداري. يعني في ناس وأنا داخل التلفزيون معظم السادة الأقباط دول حملوني أمانة، قالوا لي اللي بيتقال علينا من الصبحية إن عشرات من المسيحيين واقفين قدام اتحاد الإذاعة والتلفزيون. هل ده منظر عشرات؟ يعني اللي انتوا شايفينه قدامكم ده عشرات، دول يعملوا 70-80 واحد؟ مش منطق. ومن امبارح ومن الصبح لا، بمنتهى الأمانة هناك آلاف من السادة المسيحيين الأقباط اللي واقفين قدام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والحقيقة كمان لازم تقال ان هم واقفين بمنتهى الاحترام. لم يحاول أحد منهم التعدي أو اقتحام المبنى أو حتى رشقه بالحجارة أو التعدي على السادة ضباط القوات المسلحة المؤمنين المؤتمنين يعني بحراسة المبنى. هم واقفين علشان يوصلوا صوتهم، هم شايفين أن مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون ومسبيرو هو المكان الأقرب أن هم يوصلوا صوتهم. هم بيقولوا إحنا من امبارح بنغلي وعندنا حالة من الغضب لما حدث في كنيستنا وفي بيوتنا اللي موجودة في أطفيح، والإعلام مش قادر يوصل صوتنا. أنا طبعا لست يعني نائبا عن أحد في الحديث، لكن في النهاية أنا بنقل لحضراتكم بأمانة ما يحدث، وهو ده شرف المهنة الذي يجب أن يلتزم به كل مذيع أو صحفي. المذيع اللي جا داخل التلفزيون وشايف هذا الجمع من الصباح وهؤلاء الألفات وهذه المظاهرة السلمية اللي بتطالب بالحقوق ورد المظالم، لما يجيله خبر مكتوب فيه عشرات المسيحيين المفروض ما يقولوش، المفروض يقول الحقيقة. لما حتى يتقال فيه مئات يقول يا جماعة لا، المنظر اللي بره ده فيه آلاف المسيحيين وهذا وطنهم وهذا حقهم في أن يعبروا عن المطالب التي يريدونها. احنا في زمن حرية، احنا في زمن تعبير حر عن الآراء، وبالتالي لازم كل واحد يوصل صوته. وبالمناسبة الشعارات واللافتات والخطب اللي بتلقى وسط المتظاهرين من إخواننا المسيحيين، إلا بالمناسبة كمان وعايز أقول لكم أنا داخل لقيت بينهم كمان مسلمين، يعني في منهم بعض المسلمين المتضامنين مع الإخوة الأقباط والمسيحيين، والاثنين بصوت واحد بينددوا بما حدث في حلوان أو في أطفيح، وبيقولوا إحنا مصر الجديدة مش عايزين فيها هذا الكلام، لا عايزين احتقان ولا عايزين فتنة ولا عايزين اضطهاد ولا عايزين عداوة ما بين فئة وفئة، كلنا مصريين. المتظاهرين اللي بره ومش عارف طبعا اعتقد الصوت مش هيوصل لكم، بس اللي واقفين على بوابة التلفزيون سامعين ابرز الشعارات والهتافات، كلها هتافات في حب الوطن، بيقولوا مفيش مسيحي ولا مسلم كلنا مصريين، ارفع صوت ارفع راسك فوق انا مصري،
مصري وافتخر. يا بولس قل لبلال الثورة اساسها صليب وهلال. كلام في منتهى الروعة وكلام في منتهى الحكمة. بس بخلاف هذه الشعارات السلمية المحترمة الوطنية، هؤلاء الناس لهم حق في ان يعبروا عن مطالبهم، وانا داخل حملت بمجموعة من المطالب وانا يعني لست مشاركا فيها لكن انا مجرد ناقل لها. اولا هم بيقولوا ان عايزين بيان رسمي. انا معلوماتي ان القوات المسلحة، المجلس الاعلى للقوات المسلحة اعلن انه سيتعهد ويتكفل باعادة بناء الكنيسة بدءا من الغد. طبعا انا مش عارف هذا البناء سيطول قد ايه، بس المعلومة اللي جت في البيان ان اولا سيتم الانتهاء سريعا جدا من الدور الاول حتى يكون جاهزا للصلاة للاخوة المسيحيين مع التوازي في العمل في الادوار العليا، ثم ان الكنيسة ستكون جاهزة قبل الاحتفال بعيد القيامة المجيد اللي اعتقد ان هو في نهاية شهر ابريل. اذا يعني هذا موقف محترم طبعا من القوات المسلحة. كمان الاخوة المسيحيين المتظاهرين بيقولوا بما ان النظام في مصر الان والمجلس الاعلى للقوات المسلحة بيعطي اوامره بالافراج عن كل المعتقلين السياسيين او معتقلي الرأي، وكثير جدا من الجماعة الاخوان المسلمين خرجوا، كثير جدا من المعارضين السياسيين خرجوا، بيقولوا ان في عندهم ابونا، لو انا بنطق الاسم صح، ابونا متاوس معتقل منذ فترة ويريدون الافراج عنه لانه ايضا معتقل سياسي او معتقل رأي. انا مش عارف الحقيقة يعني ايه سبب اعتقاله او ايه سبب سجنه، لكن في النهاية برضو انا بنقل لحضراتكم المطالب. اذا كان هذا الرجل موجود في السجون او موجود في الاعتقال يتم الافصاح هو معتقل ليه، او لو ما عليهوش حاجة جنائية كله بس مشكلته انه هو معارض سياسي يتم الافراج عنه لانه في النهاية واحد من الرموز كما يبدو. في النهاية لازم هؤلاء الاقباط المسيحيين وهم ده اللي بيقولوه، احنا مش عايزين تمييز فئوي، احنا مش عايزين حاجة مخصوص، احنا عايزين حقنا كأي مصري. احنا في زمن ما بعد الثورة كلنا واحد، لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات، وهذا هو الكلام المحترم. وانا اناشد يعني حيا وادعو العقلاء من الطرفين الموجودين الان في اطفيح الصف في حلوان الى، مش هقول لكم الهدوء لان الكلام هدوء بدون حل المشكله مش هيحصل، لكن انا ادعو الى التعقل وتغليب المصلحه العليا للوطن على المصالح التي نراها انها انيه او يوميه او حاليه. بمعنى اخر وبمنتهى البساطه، ان المشكله بدايتها لم تكن طائفيه، وحضراتكم عرفتوا اعتقد من امبارح والنهارده في الجرايد اساس المشكله هي علاقه ما بين يعني شاب مسيحي وفتاه مسلمه، فمجموعه من المسلمين لما عرفوا راحوا لابو الفتاه المسلمه عشان يطالبوه باخذ الثأر، فلما قال لهم يا جماعه لا مش هقدر اخذ الثأر او نهدي الموضوع او نحل ودي، فيعني ثاروا عليه وبالتالي حصلت المشكله وابتدى في التطاحن بين المسلمين والمسيحيين في اطفيح الصف، و أثير بعض المسلمين فراحوا وعملوا هذا الفعل الغير سليم تماما، نزعل ونتضايق ونعمل كل حاجة لكن في النهاية لا نعتدي على دور العبادة. دور العبادة كنيسة أو جامع أو حتى معبد يهودي هذه لا علاقة لها بالسياسة ولا علاقة لها بالمشاكل الاجتماعية اللي بتحصل. يعني أنا أسأل سؤال، هي العلاقة دي لو حصلت ما بين شاب مسلم وشاب مسلمة أو شاب مسيحي وشاب مسيحية تبقى تمام؟ العلاقة غير المشروعة علاقة غير مشروعة، حصلت بين ومين ومين بقى مش ده المهم. ما هو الشاب والفتاة ده يعني الشاب ده ما كانش قاصد الفتاة المسلمة ولا الفتاة المسلمة كانت قاصدة شاب مسلم مسيحي، هي في النهاية علاقات اجتماعية فيها المشروع وفيها غير المشروع، وده بيحصل في كل المجتمعات مش بس في أطفيح، في الصعيد وفي بحري وفي القاهرة وفي اسكندرية وفي كل الدول. ايه اللي خلى هذه المشكلة الاجتماعية؟ وانا اعود واكرر، هذه المشكلة الاجتماعية ايه اللي خلاها تتحول الى مشكلة طائفية؟ ده اللي لازم نبحث فيه. لو كان حصلت ما بين مسلم ومسلمة او مسيحي ومسيحية كانوا عدوها، هو الموضوع شرف ولا الموضوع دين؟ خلونا نتكلم بمنتهى الصراحة، واللي على راسه بطحة يحسس عليها، والحمد لله احنا ما عندناش كلنا كمصريين بطحات على راسنا، نتكلم بمنتهى الامانة. ايه اللي خلى الشرف يبقى له علاقة بالدين؟ يعني انا مش عارف الحقيقة التفسير او التصعيد، وواضح ان في ناس بتحب انها تسخن المسائل وتولع في النار اكتر. الموضوع موضوع اجتماعي له علاقة، في علاقة ما بين شاب وفتاة،
طلعوا بقى مسيحي ومسلم، طلع مسلم ومسلم، مسيحي ومسيحي، في النهايه الموضوع اجتماعي ويجب ان يحل في اطاره الاجتماعي. اللي غلط يتعاقب واللي غلطت تتعاقب، وكل واحد ياخد حقه، والشرف كرامه ملهاش اي هزار، لازم موضوع الشرف يتحل بمنتهى الحسم، لكن دون ان يتدخل فيه الدين، ملوش علاقه الدين خالص. يجب ان يتم الاستماع الى هؤلاء الاقباط المسيحيين الموجودين في الخارج، خصوصا انهم محترمين وبيقولوا كلام في غايه الاحترام. هؤلاء مصريون قبل ان يكونوا مسيحيين. مرة تانية، هؤلاء مواطنون مصريون محترمون شرفاء قبل ان يكونوا مسيحيين. والكلام اللي بيتقال الهلال مع الصليب هم شركاء في هذا الوطن منذ ثورة عرابي وحتى ثورة 25 يناير، هذا كلام محترم ويجب ان يستمع اليه. وليس والجيش علمنا الحقيقة، وانا مش انا في مكان ان انا اطالب الجيش انه يعمل حاجة، بس الجيش علمنا منذ بداية الثورة ان الفكر القديم اللي هو انا ما اسمعش للشارع وما تنازلش او ما خطبهمش علشان ده ما يعتبرش تنزيل من قدري او انقاص من قدري، الجيش علمنا انه لا، الحقيقة من 25 يناير او من 28 يناير منذ ان نزل الجيش الى الشارع المصري ومنذ ان تولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الحقيقة بيعلمنا درس جديد في السياسة بخلاف العسكرية اللي هو متمرس فيها، كمان واضح ان هو متمرس في السياسة. الجيش علمنا ان الشارع من حقه ان يسمع اليه، والشارع اذا كانت له طلبات مشروعة تحقق، وده دليل قوة الحاكم مش دليل ضعف. واعتقد ان الحكام المتعنتين دلوقتي في بعض الدول العربية الشقيقة والحكام اللي بيعملوا شعوبهم بمنتهى الصلف ومنتهى الغرور والعند والقسوة والبطش، اعتقد دلوقتي التاريخ لن يسامحهم وشعوبهم ايضا لن تسامحهم. لكن في النهاية احنا عندنا قوات مسلحة عاقلة وواعية ومستجيبة للشارع، لانها عارفة ان الشارع ده مش عدو، الشارع ده هو مصدر السلطات ومصدر القوة.